طيب تناثر وول بالبيسن 1. طبعا اعذروني على السرعه بس عشان نفهم ناخذ تقريبا كل الحالات المرضيه بالوقت الضيق. وول بالبيسن 1 او دبليو بي دبليو اذا بتشوفوه بالمراجع هو متلازمه خلقيه يوجد عاده السبب يعني طريق اضافي بين الاذينتين والبطينين. احنا في عنا طريق واحد من الاذينين للبطينين من الاس اي نود للافي نود لحزمه هيز. اذا في عندي طريق اضافي عاده بيكون خلقي يعني منذ ولاده صاحب الاضطراب هذا فبيكون في عندي طريق اضافي بين الاذينتين والبطينين فبيكون النقل هون اسرع. ليش؟ ما بيمر بالافي نود المسؤوله عن تاخير نقل التنبيه. حكينا بالاسبوع الماضي انه الافي نود فيها هي بصير عندها بهالنقطه هي تاخير نقل التنبيه الكهربائي تمام لحتى تتقلص الاذينات وتعطي اخر 20 ل 30% من نتاج القلب. الطريق الاضافي هون ما بيمر بالافي نود وبالتالي رح يكون اسرع. يتناقص حدوثها مع تقدم العمر عند الذكور اكثر من الاناث وتحمل خطرا منخفضا للموت المفاجئ. الشكل الاشعي للمرضى ياتي على شكل اس في تي يعني مريض وول باركنسون وايد ممكن يجي على شكل اس في تي وبشكل اقل على شكل رجفان اذيني يعني ممكن يكون اس في تي سببه هو وجود طريق اضافي وبشكل اقل مرضى رجفان اذيني ممكن يكون احد الاسباب هو ايضا وجود طريق اضافي بين الاذينتين والبطينين. هون السرعه النظر بيكون منتظم اذا لم يترافق مع رجفان اذيني عاده النظر منتظم لكن اذا كان الطريق الاضافي ترافق مع حدوث رجفان اذيني فانا هون عندي بيكون النظم غير منتظم. موجه بي بتكون طبيعيه ان لم يترافق ايضا مع رجفان اذيني فالنظم طبيعي منتظم جيد الا اذا كان حاله طول مثل ما قلنا مع رجفان اذيني. مسافه بي ار ايضا هون بتكون قصيره وليس طبيعية هي احد علامات مشخصه ل وول باركنسون واي انه البي ار بتكون اقل من 3 مربعات صغيره او اقل من 120 ملي ثانيه اذا كانت بي موجوده يعني ما عندي رجفان اذيني. الكيو ار اس بتكون عريضه اكثر من 3 مربعات او بنعتبرها 3 مربعات 100 ملي ثانيه مع موجه دلتا. هلا رح نشوف موجه دلتا. هذا الشكل لمريض وول باركنسون وايت هون تقريبا اذا بنطلع على النظم بيكون منتظم تمام بي موجوده في محلها طبيعيه لكن عند البي ار قصيره اقل من 3 مربعات تمام بي ار قصيره اقل من 3 مربعات إضافة لأنه شو في عندي موجة دلتا. موجة دلتا كأني عبارة عن تزحل بطيء في ارتفاع الآر. هذا التمو أو الارتفاع المتدرج في موجة آر بيعطيني شيء اسمه موجة دلتا هو اللي بيعطيني عرض مركب كيو آر إس. إذا بي آر قصيرة مع موجة دلتا فالمريض وول باركنسون وايت. هذا ايضا تخطيط لمريض عنده وول باركنسون واي. هذا الليد 2 عاده نحن بنطلع على البي في الليد 2 ففي عندي هون مثلا هذا الليد 2 عندي موجه بي تمام موجوده لكن بي ار قصيره اذا بنقيس البي ار بتكون اقل من 3 مربعات صغيره او اقل من 120. اضافه لهالشيء شوفوا هون موجه دلتا عم بتميزوها من ورا. موجه دلتا هي عباره عن ارتفاع بطيء في مركب الكيو ار اس فبيعطيني مثل الانحدار ما بيعطي ارتفاع سريع ارتفاع بطيء فبيعطيني مثل الانحدار وبالتالي بيزيد عرض مركب الكيو ار اس. فهون كثير واضح تمام كذلك الامر هون فبعتبر هذا المريض وول باركنسون وايت.